مهمات السلامه للاعبين مهمه جدا. ضربه ركنيه على الايام الاولاني ولا الثاني هتتعلق. الثاني جول، الثاني جول الساعه السويسريه في التوقيت المهم. احمد سامي يسجل. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، بيراميدز خلاص ارتاح من هم المباراه، ارتاح من هم المباراه. ضربه ركنيه، دايما بنقول انه هو عايز يلعب النوع ده من المباريات بالايقاع وبالسرعه. كرونسلاف يوريشيتش في طريقه للفوز ال11 اتعلقت ملفوفه حلوه، ملفوفه حلوه وارتقاء رائع جدا، وارتقاء رائع جدا ليه؟ طبعا احمد سامي مدافع اللي لعب لنادي المطاصه، بدا بالمناسبه في اكاديميه الكابتن محمود الخطيب لكره القدم، خرج منها لعيب ناشئ في نادي المطاصه وانتقل ولف ودار ولعب مع الكابتن ايهاب جلال، والان الان 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 احمد سامي يسجل واحده من